السلام عليكم متابعي القناة، نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقة تحضير بانيه من أروع ما يكون، كيجيو خفافين هشاشين لذادين بزاف، وغادي نعمروهم بنوعين مختلفين من الكريمة، بكريمة الحامض وكذلك بلا كريم باتيسيير بالشوكولا. بلا ما نطول عليكم، نخليكم مع التفاصيل وطريقة التحضير في بقية الفيديو. بسم الله على بركة الله. في واحد الإناء غادي ندير 120 مليلتر ديال الحليب اللي يكون مدفي تقريبا. إلى عبرتو بكأس العنبة غادي يعطينا واحد الكأس إلا ثلث، يعني ثلثين ديال الكأس. غادي ندير خميرة حبوب، عندي هنا معلقة كبيرة ما عمراش بزاف. غادي نزيد واحد المعلقة كبيرة ديال السكر، وغادي نخلط هاد المكونات ونخليهم يتفاعلوا مزيان. هذاك السكر كيعاوننا الخميرة باش كتعطي المفعول ديالها. اذا غادي نخلط ونخلي هذا المزيج واحد 10 دقائق ونرجع نواصل ان شاء الله. اذا هنا صافي، هذيك الخميره تفاعلات مع الحليب اللي كان دافي والسكر. غادي نواصل تحضير بني ديالي. غادي نزيد ملعقه اخرى من السكر. غادي ندير 250 غرام من الدقيق. اللي بغاو يعبروا بكاس العنبه غديروا جوج كيسان ما يكونوش عامرين، وغتزيدوا نص كاس حتى هو ما يكونش وافي بزاف. غادي نزيد واحد البيضه، واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نعجن هاد المكونات كلشي مع بعضياتهم مزيان. غادي نزيد 45 غرام ديال الزبدة اللي تكون لينة بحرارة المطبخ. انا كانت عندي باردة، دوزتها شوية فوق العافية باش تطلقات. نتوما حاولوا تخرجوها من الثلاجة قبل وتستعملوها، يعني بلا ما تدفيوها او لا بلا ما تذوبوها. صافي، اذا هاد الزبيدة غادي نحاول ندخلها في العجينة ديالي. اذا غادي نواصل نحاول ندلك هاد العجينه ديالي مزيان، يعني اللي عندها العجانه تخدم بها احسن، اللي ما عندهاش بحال هكا يعني غير بالمهل بحالنا كنعجنوا بيدينا بحال هكا. من بعد ملي كتولي عندها واحد القوام اللي هو لين وناعم، غادي نغطيوها ونخليوها تخمر واحد السويعه. اذا صافي، هنا من بعد ما جمعت العجينه ديالي ودلكتها مزيان، لاحظوا معايا القوام ديالها كيف كيجي، كتجي رطيبه ولينه مزيان ومدلوكه مزيان. دابا غادي نغطيها بالفيلم اليمونتير ونخليها تخمر واحد السويعه ونرجع نوصل ان شاء الله. هنا من بعد ما اختمرت هذيك العجينه، لاحظوا معايا الحجم ديالها كيف كيتضاعف. دابا غادي نطلقوها، غادي نرش القليل من الدقيق في سطح العمل وكذلك في العجينه ديالي، كنا هكا تلتصق بحال هكا، كنحاول نخويها من الهواء. وغادي نطلق العجينه ديالي بالاستعانه بالدلك. راه ملي كتكون مخدومه مزيان وخامره مزيان كتسرح بكل سهوله. بالنسبة للسمك ديالها فكنخليوها تقريبا فيها شي 3 مليمتر. دابا غادي ناخد شي حاجة دائرية وغادي نبدا كنقطع العجينة ديالي على شكل دوائر. حاولوا ملي تقطعوا ما تبقاوش بحال هكا كتديو وتجيبوا، باش ما كديفورماش هذيك الدائرة، ما كيجيش الشكل ديالها دائري مقاد.
بالنسبة للعجينة اللي بقات غادي نجمعوها ونعود نستعملوها مرة أخرى. وبالنسبة لهاد البيني ديالنا فكنكون موجدة هنا ورق الطهي مقطعه بحال هكا مربعات صغيرة، كنزل فوق منها هذاك البيني ديالي لأنه خاصو يعاود يخمر هنا باش ملي نهزوه من بعد ما يختمر ما كيديفورماش، يعني كنحافظوا له على الشكل ديالو. اذا صافي ملي كنسالي كنصفف بحال هكا هذوك لي بيني ديالي في واحد الصينيه او البلاطو، وغادي نغطيهم ونخليهم يخمروا من ساعه الى ساعه على حسب الجو كيف داير. المهم هو ان يبانوا لكم تخمروا مزيان وبحال نفخوا. اذا هنا من بعد ما خمروا لي هاد لي بيني ديالي غادي نبدا نطيبهم. عندي هنا واحد المقيله اللي درت فيها زويته تكون شي شويه بالزايد باش كيتقلاو لنا مزيان هذوك لي بيني، وكنخليو الزويته تسخن وغنبداو نطيبو. اذا دابا غادي نبدا نطيب لي بيني ديالي، كنهزهم بحال هكا بهم داك البابي كويسون اللي حطينا عليهم. داكشي علاش قلت لكم في الاول ضروري انكم تخمروهم بحال هكا باش من بعد التخمار ما كيخسر لكمش الشكل ديالهم. اذا هنا عندي الزيت سخونه وغادي ننزلها بها بلا داك البابي كويسون ديالها. لاحظوا معايا غير كتبدا تشد راسها كتفك بوحديتها من داك البابيي كويسه. اذا هنا باش كيتنفخوا من الفوق كنبداو ناخذوا الزويته بحال هكا وكنديروا فوق منهم، وكملاحظه العافيه ما تكونش ناقصه في نفس الوقت ما تكونش مجهده بزاف. لاحظوا معايا ما شاء الله كيف كيتنفخوا كيخواو من الداخل. اذا حاولوا ديروا واحد الكميه اللي ما غتغلبكمش في الطياب، ما نعمرش المقله ديالي ويعني بقاو شي حبات اللي ما غنقدرش ندير عليهم الزيت وما غيتنفخوش مزيان. كنحاول ندير شويه بشويه وميتريزيهم مزيان. اذا غادي نخليهم بحال هكا حتى كيتحمروا من الجانب التحتاني وكنقلبهم باش ياخذوا اللون كذلك من الجانب الاخر. ضروري ان الزيت تكون سخونه مزيان باش كيجيكم الطياب هو هذاك. هذا البابي كويسون كنحاول نقطرو من الزيت وكنحيدو. دابا غادي نمشيو نحضروا كريمه الحامض. عندي هنا عصير واحد الحامضه اللي زدت عليه الماء. اذا كندير عصير الحامضه في هذا الكاس والباقي كنكملوا بالماء باش كنعمر كاس كامل. غادي ندير واحد راس معلقه ديال الفاني باش كنحيدوا شويه من ديك الزفوره ديال البيض. اذا عندي هنا اصفر بيضه. غادي نزيد لو زيست ديال الحامضه اللي حكيتو. غادي نزيدو سكر حسب الذوق، انا دايره هنا جوج معالق كبار ما عمرتهمش بزاف. وغادي نزيد مايزينا اولا نشا الذره، عندي هنا معلقه كبيره اللي عامره نسبيا. اذا هاد المكونات كلهم غادي نخلطهم مزيان وغادي نديرهم في شي كاسرونه ونديرهم يغليو حتى كيبدا يتقال هذاك الخليط. كملاحظه هذاك الفاني اللي زدتو اختياري لاننا درنا داك لو زيست ديال الحامض فهو كيحيد الزفوره ديال البيض، انا غير بغيت نزيدو لضمان انه ما تجينيش ريحه البيض مجهده. هنا الكريم ديال الحامض ديالي جاهزه من بعد ما عقدت لي فوق البوطه، غادي نغطيها ونخليها حتى لوقت الاستعمال. ضروري ما تغطيوها باش ما كتنشفش ليكم. دابا غادي نمشيو نصاوبو لا كريم باتيسيير بالشوكولا. عندي هنا كاس ديال الحليب غنزيد عليه اصفر بيضه
فاني، غادي نزيد قياسي ديال السكر، دايره انا هنا جوج معالق كبار، دائما ما عمرينش بزاف. انا حاولت الكريم ندير شويه شويه، يعني نوع، ولكن درت كميه اللي هي قليله. وغادي نزيد معلقه كبيره ديال النشا. غادي نخلط المكونات مع بعضياتها مزيان، ونفس الشيء غادي نديرها في كاسرونه. اذا غادي نخلي هذا الخليط فوق البوطه حتى كيبدا يختار، وفي الاخير غادي نزيد له طريفات ديال الشوكولا قطعتهم بحال هكا شويه باش يذوبوا بسرعه فوق من العافيه. ما كنديروش الشوكولاته من الاول باش ما كتحرقش، حتى كيندمج الخليط ويبدا يختار فوق العافيه عاد كنزيدوا هذا الشوكولا، كنستمروا في التحريك حتى كذوب وينسجموا جميع المكونات. هنا كذلك هذه هي لا كريم باتيسير ديالي بالشوكولا من بعد ما وجدت، حتى هي كنغطيها وكنخليها حتى غادي نستعملها. بالنسبه للبيني ديالي فهذا هو الشكل ديالهم بعد ما كيطيبوا، شوفوا معايا كيف كيجيو خفاف ومفشفشين. دابا غادي نمشي ونعمرهم بلا كريم اللي وجدنا. غادي ناخذ هاد البيني ديالي وكندير فيهم بحال افتحه صغيره من الجنب، اما بموس او لا مقص، المهم اننا بحال كنحلوهم اش كنلقاو فين غادي ندخلوا الحشوه ديالنا. شوفوا معايا كيف كيجيو خفاف، انا نحل لكم وحيده تشوفوا من الداخل كيف كيجيو. شوفوا ما شاء الله كيف مفشفشين وخفاف من الداخل. اذا بنفس الطريقه غادي نحل البيني ديالي. غادي ناخذ واحد لابوش اللي عمرت فيها الكريم اللي صاوبنا، غادي ندخلها بحال هكا في الفتيحه، كنعمر بالقليل من الكريم بحال هكا. كان هذا هو الشكل النهائي ديال اللبانية اللي صوبتهم معكم اليوم من بعد ما طابوا. هذوك اللي كانوا بالكريم الحامض زينتهم من الفوق بسنيدة، واللي كانوا بلا كريم باتيسير بالشوكولا زينتهم بخطوط الشوكولا. ولو انهم نفس العجينة ولكن هذيك الكريم عطاتهم كل وحدة مذاق مميز على الاخرى. هاد الكمية اللي صوبت معكم عطاتني بالضبط 22 حبة من هذا القياس، يعني فعلا كيعطي كميه اللي هي جد وفيره. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانها رائعه فعلا تستحق التجربه. الوليدات حماقوا عليها، واكيد حتى نتوما الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف. نتمنى الوصفه والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم ما تبخلوش عليا بتشجيع، ديروا لايك تعليق، بارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. واذا كنتو كتشوفوا القناه لاول مره مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس للتوصل دائما بالجديد. شكرا على المشاهده، نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر ومع وصفه اخرى.